أن أعلنت لجنة تحكيم الطبعة السادسة للجائزة الكبرى أسيا جبار لرواية عن القائمة الأولية للأعمال المشاركة في المسابقة والتي تشمل 29 رواية باللغات الثلاث العربية الأمازيغية والفرنسية لجنة التحكيم اختارت 12 رواية باللغة العربية من بينها حصاد رمال محمد ساري روزا لهند جودر إضافة إلى خمس روايات باللغة, باللغة الأمازيغية أبرز تيزر لزهرة عودية هذا إلى جانب 12 رواية باللغة الفرنسية أبرزها رواية تاريخية في طريق الرمال المحترقة لإبراهيم صدوق للإشارة فقد تم تحديد تاريخ الخامس عشر جوان القادم للإعلان عن القائمة القصيرة النهائية ليتم الفصح عن الفائزين رسميا في 30 من جوان القادم